بسم الله الرحمن الرحيم. أصدرت أبل الأسبوع اللي راح تحديث 16.2 وجاب ميزة مهمة راح أتكلم عنها في هذا الفيديو، فعشان تعرف هذه الميزة أتمنى أنك تعطي لايك لهذا الفيديو وأيضا تشترك بالقناة. ففي البداية ميزة أضافتها أنه دعم الـ 5G في الهند، فلو كنت تعرف أحد مسافر الهند عند الآيفون 12 أو الآيفون 13 أو الآيفون 14 فالآن الـ 5G مدعوم في الهند. لكن الميزة الأهم من وجهة نظري هي ميزة الحماية المتقدمة للبيانات. فلو انت تخزن معلوماتك على الاي كلاود، فالان لو جيت ضغطت على الصوره من الاعدادات الرئيسيه بعدين دخلت على الاي كلاود وبعدين نزلت تحت، ففي خيار الان جديد اسمه الحمايه المتقدمه للبيانات. مجرد انك تدخل عليه الان فراح تقدر انك انت تدفع له. للاسف الان موجود في امريكا، مع بدايه السنه الجديده راح يكون موجود في باقي دول العالم وتقدر انك انت تدفع له. فتاكد انك مشترك بالقناه عشان راح انبهك لما تفعل هذا الخيار. وظيفته انه الان لو انت تخزن مثلا صورك، ملاحظاتك، التذكيرات، اختصارات سيري، نسخة احتياطي لأجهزتك، ففي السابق كانت هذه النسخة غير مشفرة على سيرفرات أبل، فكانت معلوماتك معرضة للخطر من ناحيتين. الناحية الأولى أنه لو حصل اختراق لسيرفرات أبل، هذا صعب الحدوث، لكن لو صار فالمخترقين راح يحصلون على كل البيانات لأنها غير مشفرة. الحاجة الثانية أنه أبل كانت تتعاون مع الجهات القضائية، مثل صارت حادثة في أمريكا انه صار تفجير، فالاف بي اي طلبوا من ابل انهم يعطونهم معلومات الشخص، فبامر قضائي اعطت ابل الاف بي اي المعلومات اللي موجوده عندها في السيرفرات لانها كانت في السابق غير مشفره. لكن مع هذا التحديث، واذا كنت انت تفعل تشغيل الحمايه المتقدمه للبيانات، فحتى ابل ما راح تقدر تعرف محتوى معلوماتك، وحتى لو تم طلبها من ابل فابل ما راح تقدر انها تعرف محتوى المعلومات ولا راح يقدر يستفيد منها احد. فهم فعلين اغلب الاشياء اللي موجوده على الاي كلاود ما عدا الايميلات لانها مرتبطه بسيرفرات ثانيه، لكن الباقي التذكيرات الملاحظات والصور كلها مشفره وحتى ابل ما تقدر انها تطلع عليها. بالاضافه الى انه لما تتفعل هذا الخيار لازم تكون فعل على كل اجهزتك ولازم انك انت تعمل باك اب. فاول ما تتفعل هذه الميزه باذن الله راح اتكلم عنها في فيديو مستقل. فهذه الميزه من اهم المزايا، اتمنى انه مع بدايه السنه الجديده ان تتفعل عندنا في السعوديه. هذا اللي حبيت اوضحه اليوم، يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.